خلينا ناخد على التليفون المهندس عدلي القيعي. قول الو معانا. طبعا مهندس عدلي طبعا كان صاحب صفقه مكوكيه، يمكن تفاصيلها هيكلمنا عنها اكتر لما نقول له الو. مساء الخير يا كابتن باشمهندس عدلي، وكل سنه وانت طيب. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ كل سنه وحضرتك طيب، وعيد يا رب يكون سعيد عليك وعلى حبايبك كلهم. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كلنا والساده المشاهدين يا رب. وعارف ان معاك الكابتن مجدي طول. طبعا طبعا. كل سنه وهو طيب. هو سامعك. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. باشمهندس عدلي، انا عايزك، انا في لقطه يعني محتاجك تحكيها لنا كده بالتفصيل. انا عارف انه صفقه انتقال كابتن مجدي للنادي الاهلي تمت طبعا واحده من رحلاتك المكوكيه، بس تحكي لنا كده على الكواليس حصلت ازاي؟ هي مش رحله مكوكيه، هي اسرع حاجه ممكن تحدث في التاريخ. اسرع من مكوك يعني. اسرع من مكوك، لان احنا قبليها بيوم اتكلمنا، سافرنا تاني يوم الصبح الساعه 6، حتى خدنا التاشيره من هناك. كان هو كلم رئيس نادي الفيسكي، ده هو نادي الشرطه هناك، والراجل سهل لنا التاشيره. ايوه. وصلنا مثلا بفارق التوقيت بقى مش عارف ايه على الساعه 8:30 9 كده، حطينا هدوء الشنط في اللوبي بتاع اللوكاندا. والعربيه خدتنا ورحنا قابلنا رئيس النادي. كنا مخلصين كل حاجه بالعقود بالاتفاق بكل حاجه الساعه 12. فكنت انا مقرر مثلا وصلت يوم الاثنين، وكنت حاجز يوم الاربعاء على اساس ان احنا هنقعد يعني ونتفاوض ونتكلم. طبيعي. ايوه. فقلت له انا بقى خلصت، يا ريت ايه نقدر نسافر النهارده. طبعا تذاكرنا كانت مقطوعه يوم الاربعاء. فهو بصفته رئيسا للبوليس هناك في بلغاريا كان، فراح عامل مش يعني رئيس نادي البوليس، مش رئيس البوليس. ايوه. فراح قال لنا انا هجيب لكم تذكره عوده فقط على اي طيران، عشان دي يعني مربوطه بالمده يعني. ايوه. وسافرنا الساعه 2 ورحنا ترانزيت على طريق اليونان 4 5 ساعات. الطياره كانت واقفه، رحنا لقينا الطياره واقفه 6 7. كنا في القاهره، بقول لثابت انت عايز كابتن، بيقول لي عملت ايه؟ قلت له عايز يلعب معاك الماتش. قال لي كنت انت جاي يوم الاربعاء الماتش يوم الاربعاء. قلت له عم انا في القاهره ومعايا مجدي ومعايا شباب. هو انت، هو كابتن ثابت الله يرحمه فاكرك لسه هناك. بس المفارقه الجميله جدا، معرفش قالها لك ولا لا، احنا قاعدين مع رئيس نادي زبيسكي، كان هو اتفق مع الكابتن مجدي ومن خلال يعني مكان يعني مقرر يروح الزمالك على 50,000 دولار. فهو احنا قاعدين، انا طلعت الورق مكتوب عليه الاهلي. ايوه. بص له كده قال لي اهلي نوت زمالك؟ قال له الراجل جايب نفسه لحد هنا، يبقى مين اللي مهتم ومين اللي اصلع ومين اللي واخدها بجديه؟ لكن طبعا يعني برضه ربنا قدرنا ونزلنا 10,000 دولار برضه. ايوه. رجعنا بيهم. ملك التفاوض والمفاوضات يا باشمهندس. بس مجدي الحقيقه كان له دور، لانه كان بيحب. انا كنت اكيد انت قبل ما تتحرك وتركب الطياره كنت مخلص مع كابتن مجدي، يعني اكيد حصل اتصال بينك. ما خدش 5 دقائق الراجل. فاكر تفاصيل المكالمه؟ اي حاجه ولا اتناقش في اي حاجه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، وكان بيلعب مع رئيس نادي فيسكي ده في نادي باوك، يعني رئيس النادي كان حارس المرمى. كان مستحق. ده اللي سهل الاجراء جدا. فاكر المكالمة، أول مكالمة، تفاصيل أول مكالمة جمعتك بكابتن مجدي طلبة؟ طيب هو ما عرفش يعرف الجزئية دي ولا لأ؟ هو أنا حصل عن طريق صديق وسيط قال لي كابتن مجدي، أصل كابتن مجدي كان بيلعب منتخب مصر، هو ملوش نادي، كان خلص عقده وما قررش يروح فين، فالكابتن الجوهري قال له بسرعة تشوف لك نادي، الوضع ده ما ينفعش يستمر. كان مقرر انه هيرجع بقى الزمالك. فجه الصديق مشترك مثلا قبل يعني مثلا يوم السبت الصبح قال لي كابتن مجدي ايه رايك وبتاع، قلت له رايي ودي عايزه راي. فقال لي طب احنا ممكن يجي يعني، هو له رغبه كده. فقلت له طيب اقفل. قفلنا وكلمت الكابتن صالح، قال لي كلم، كان وقتها هولمان. فقال لي شوف رايهم ايه وكلمني على طول. ايوه. فكلمت الكابتن ثابت قال لي طيب هرد عليك العصر، على اساس انه بقى في التمرين يقابل هولمان، هياخد وقتهم يعني. ف
جيت على الساعة 5 كده يا كابتن، فقال لي لسه، قلت له اديني هولمان. فكلمت هولمان فقال لي انت بتتكلم في ايه؟ انت جايب لي لعيب اساسي في منتخب مصر تقول لي اجيبه لك ولا لا؟ مش مهم ان انا بقى شفته ولا عارفه او ايه يعني. قلت له كان محترف بره، وقال لي انا طبعا عارفه، بس يعني دي مساله مش محتاجه بديهيه يعني. بديهيه. قلت له معلش احنا في النادي الاهلي بنحب ايه؟ ناخد راي المدير الفني. راي الفني له اعتبار. كلمت الكابتن صالح قال لي على بركه الله وخلص ثاني يوم بالطريقه دي. وقد كانت يعني احنا سافرنا 6 الصبح، انا بيتهيألي الورديه ما كانتش اتغيرت لما رجعت بعد المطار. وكانت صفقه طبعا مهمه جدا، كانت اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي طبعا. هو انا المعلومات اللي عندي بتقول انه اول ما جه القاهره لعب على طول، لعبت على طول ماتش المحله. لعب ماتش المحله. صحيح. طلعت له البطاقه يوم الثلاث اللي ده حاجه بقى، ان انا ما رحت اطلع البطاقه قالوا لي طب بكره بعده. قلت لهم بقى نروح بلغاريا 4 ساعات ارجع بالشهاده الدوليه وانت تقول لي بكره؟ والله انا هطلع اعمل تصريح في الاهلي. قال لي استنى بس يا شيخ غانم. فقال لي لا استنى المنطقه وبتاع، طلع لها البطاقه وليه فعلا يوم ماتش المحل. صحيح. سعداء بيك دايما يا باشمهندس، سعداء دايما بسماع صوتك. ومره ثانيه طبعا بشكرك. تحب توجه حاجه للمهندس عادلي؟ لا طبعا، انا بشكر المهندس عادلي على العمل كله، وبستمتع بيه هو وابراهيم في البرنامج بتاعهم في القناه. طبعا بشكرك يا باشمهندس مره ثانيه، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب، وتنور الشاشه طبعا قريب.